صبحكم الله بالخير مشاهدينا ويا هلا ومرحبا بكم معنا في حلقة بداية الأسبوع نبدأها معاكم إن شاء الله بكل سعادة وكل تفاؤل وإيجابية. وقبل كل شيء أيضا أصبح على زميلي محمد. صباح الخير، صباح التفاؤل والإيجابية محمد. صباح الخير يا عائشة، وصبح بالخير على كل من يشاهدنا في هذا اليوم. مثل ما ذكرت زميلتي عائشة، طبعا في بداية الأسبوع مشاهدينا نحتاج إلى النشاط والحماس والتفاؤل. عائشة، كيف كانت الإجازة معك؟ والله كانت إجازة حلوة محمد، دائما نحن يعني اللي عندنا دوامات من الأحد ليوم الخميس نتريى إجازة نهاية الأسبوع، نفرغ فيها طاقاتنا، نجدد فيها طاقاتنا للأسبوع الجاي، بحيث أن نحن نداوم بكل نشاط وحيوي إيجابية. مثل ما نحن ياسين نقول للمشاهدين، الواحد لازم يبتدي صباحه بإيجابية، أيضا يبتدي أسبوعنا بإيجابية وتفاؤل. أكيد طبعا. طبعا مشاهدينا، مثل ما عودناكم دائما نبدأ صباحنا مثل ما تعودتوا بعناوين صباحنا هذا الصباح. الحوار الأسري فن يحتاج لعناية. الكاريكاتير موهبة تحظى باهتمام الشباب. الطريقة الصحيحة للعناية بالزراعة. طبعا عائشة، كانت هذه عناوين حلقتنا لهذا اليوم، بالإضافة أكيد إلى التقارير المميزة اللي أعدوها لنا فريق العمل أكيد. وكذلك الضيوف المميزين اللي راح يثرون هذه الحلقة. أكيد يا محمد، طبعا مواضيع حلوة ومواضيع مهمة تفيد المتابعين والمشاهدين. ومن بعد ما عرفنا معاك محمد عناوين حلقتنا لهاليوم، راح نبتدي صباحنا مشاهدينا بأخبار دولتنا الحبيبة من مختلف الصحف الإماراتية. والأخبار اللي عندي أنا اليوم مشاهدينا باخذها من صحيفة الخليج. وخبري الأول يقول: أشغال الشارقة تنجز 50% من تطوير شاطئ خور فكان. أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة 50% من أعمال المرحلة الثانية لتطوير وحماية شاطئ خور فكان، الهادف إلى توفير تدابير حماية الشاطئ والحفاظ على رونقه الحضاري وإيجاد خدمات راقية ذات جودة عالية لرواده. ومن المتوقع انتهاء من أعماله خلال الربع الأخير من العام الجاري بحسب المهندسة هند الهاشمي. طبعا محمد، هذه بعض المشاريع اللي بتكون إن شاء الله في خور فكان، وما زالوا شغالين في هذا المشروع، وقريب إن شاء الله بينتهي هذا المشروع. دائما عايشة كذلك أشغال الشارقة يعني تبهرنا بالمشاريع اللي تقدمها، وكذلك مدينة خور فكان يعني غنية عن تعريف مشاريعها الجميلة. أكيد يا محمد، دائما حريصين أيضا أنهم يهتمون بالأشياء أو بالمناطق اللي تكون جاذبة أكيد. للسياح. وهذا المشروع محمد الهدف منه يعني هو توفير أكبر قدر من الراحة والمتعة لرواد الشاطئ، ولتستوعب المشاريع السياحية التي تقوم بها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق. طبعا نحن نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، والله يعطيهم العافية على الجهود اللي دائما يبذلونها في هذه المشاريع في مختلف مناطق وإمارات الدولة. أيضا العافية. محمد، هذا هو كان خبري الأول أنا من الخليج. كم خبر عايشة اليوم عندك؟ أنا عندي خبرين اليوم ما شاء الله. انزل الخبر الثاني بعد من نفس الصحيفة مشاهدينا، ويقولكم الخبر: طلبة مهارات يغادرون إلى بريطانيا. غادر صباح أمس وفد من طلبة المدارس الحكومية في الشارقة عبر مطار دبي الدولي متوجها إلى المملكة المتحدة ضمن برنامج مهارات صيف 2017 في نسخته السابعة، وعددهم 60 طالب وطالبة. أيضا هذه من البرامج الصيفية اللي الواحد يلتحق فيها محمد، بحيث أنه يتعلم ويستفيد بنفس الوقت، وهاي هي مهارات من المشاريع اللي تعلم الطلبة والطالبات بعض اللغات منهم اللغة الإنجليزية، وهي ما شاء الله يعني محصلة مثل النجاح. هذا المشروع حصل نجاح كبير، والدليل على ذلك يعني عدد الطلاب الملتحقين فيه، وأنه هي يمكن في نسخته السابعة، يعني هاي سابع سنة يعني يسافرونهم يعلمونهم. أنها كذلك يعني يبينها متعوب عليها كون انها يعني السفره الى خارج الدوله، اكيد في هناك تكاليف يعني صرفت على هذه الرحله، وكذلك على الطلبه، وكذلك على الاهتمام بالطلبه خارج الدوله، فهذه تعتبر جدا يعني مميزه المشاريع اللي تنمي الطلبه كذلك. اكيد يا محمد، هذه انا كانت اخباري من صحيفه الخليج. شو الاخبار اللي عندك انت محمد من اي صحيفه؟ انا عندي اليوم اخباري من صحيفه الاتحاد، وعندي اول خبر طبعا اخترته من صحيفة الاتحاد. كم خبر مشاهدين محمد؟ خبرين عائشة، نفسك اليوم خبرين مشاهدين. طبعا أول خبر يقول: مبادرتان في الشارقة وعجمان لحماية المنازل أثناء السفر. أطلقت الجهات الشرطية في الشارقة وعجمان مؤخرا مبادرتي أمني من أمن جاري وأمن المنازل أثناء السفر، طبعا لتجنب تعرض المواطنين أو المنازل والمقيمين للسرقة أثناء سفرهم، لتعزيز الثقافة الأمنية للأسر كافة بشأن طبعا خطورة المواقف أثناء السفر. يعني هذه عائشة
جدا مميزة هذه المبادرة، تبين أهمية أن الحفاظ على المنازل أثناء السفر. هو هذا تطبيق عاشة يحمل على الموبايل، يأمن المنزل، أنت تكوني مسافرة ولكن يعني عينك على المنزل، يراقب البيت وقت ما هو بالإضافة يطلع. كذلك حلو. إلى أن الجهات الشرطية كذلك تراقب المنزل أثناء سفرك. يعني محمد يعني غريب عليهم شرطة الشارجة وشرطة عمان أنهم دائما يوفرون هالأشياء اللي توفر الحياة الكريمة، والأشياء اللي دائما تطمن فيها المواطنين سواء كانوا داخل الدولة أو خارج الدولة. أكيد يعني مثل ما ذكرنا دائما نقول أنهم الأعين الساهرة حتى في سفرنا وفراحتنا، هم يتعبون عشاننا، فيعطيهم ألف عافية. وعندي كذلك مشاهدية من نفس الصحيفة خبرنا الثاني يقول كلباء للمسرحيات القصيرة 28 سبتمبر. عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة اجتماعا نهار أمس لبحث تحضيرات الدورة السادسة التي ستعقد طبعا من الفترة 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل. وناقش الاجتماع عدة محاور كالملتقى الفكري وملتقى الشارقة للبحث المسرحي والورش التدريبية، إلى إضافة إلى شخصية المهرجان. طبعا كما جدد المهرجان الدعوة للحضور والمشاهدين لحضور هذا المهرجان. مثل هذه المهرجانات عائشة شو تعني لك؟ محمد شوف نحن يعني صراحة نشوف أن الجانب المسرحي والنشاط المسرحي في الفترة الأخيرة تنشط بشكل كبير وبشكل صحيح. ملحوظ. وغير هذا أن في مسرحيات تقدم لكل الفئات العمرية، يعني أي حد ممكن أنه يصير مسرحية من المسرحيات تشوف أن هي فيها أن موجهة لفئات عمرية صحيح. مختلفة والكل يقدر يتسلى فيها. ودائما عاش المسرحيات اللي تعقد عندنا تكون فيها رسالة أكيد. فهذه الرسالة هي اللي المطلوبة. يعني أمس يوم الخميس كنا نتكلم عن المسرحيات فذكرنا الموسم المسرحي فذكرنا أن يعني لو المسرحية فيها 10 أهداف لو طلعنا بهدف واحد فهذا شيء يعتبر إنجاز. أنجزنا شيء أكيد يعني. طبعا هاي كانت عندك خبر ثاني بعد؟ لا عشان هذه كانت أخباري. هذه كانت أخبارنا مشاهدينا اليوم في صباح يوم الأحد. ومن بعد الأخبار محمد عندنا الحين كاريكاتير اليوم، خلينا نشوف الكاريكاتير مشاهدينا. طبعا هذا الكاريكاتير عايشة شو يعني الجايشة؟ شو ما أطول هالشهر؟ إيه والله محمد صدق ما أطول هالشهر. 40 يوم بدون راتب فالله كريم. الله يعدي هالشهر على خير إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. طبعا مشاهدينا بعد ما شفنا كاريكاتير اليوم وشفنا أخبارنا اليوم راح ننتقل معكم مثل ما عودناكم عايشة إلى طبعا درجات الحرارة في المنطقة الشرقية وباقي مدن إمارات الدولة. طبعا مثل ما شفنا مشاهدينا درجات الحراره في المنطقه الشرقيه ودوله الامارات درجات الحراره دائما في ارتفاع، ولكن اليومين الماضيات وحتى اليوم الصبح كانت الاجواء حلوه عشان مغيمة اليوم. هي محمد بدا شوي يعني بدات درجات الحراره تنخفض شويه والجو مغيم وان شاء الله الله يبشرنا بامطار الخير. هذه كانت حاله الطقس مشاهدينا لليوم ان شاء الله تعرفتوا عليها. وحين عقب حاله الطقس مشاهدينا موضوع حلقتنا لليوم اللي حابه اني اناقشه مع محمد اللي هو عن تطوير المهارات، كيف الواحد يطور مهاراته ويطور هواياته. بالنسبه لك محمد اكيد انت عندك هوايه، ما في حد في الدنيا ما عنده هوايه ما عنده مهاره، كيف دائما تكون حريص انك انت تنمي مهاراتك والاشياء اللي تحبها؟ عشان يعني بالممارسه الهوايات اللي هي مثل المهارات او الهوايات
تتطور بالممارسة أو حتى الدورات كذلك اللي تقدم، فهذه أيضا تزيد من الخبرات، تزيد من هذه المهارة، تزيد من تطور المهارة نفسها. أكيد محمد، نحن قمنا نشوف الفترة الأخيرة في وايد دورات وفي وايد أنشطة تساعد الشخص أنه يسقل مهاراته ويتعلم أشياء جديدة. في كل إنسان في عنده موهبة وعنده مهارة، يعني نحن نستغرب من الناس اليوم نسألهم شو هواياتكم يقولون مو عندنا هواية. فالإنسان لو يسمع نفسه بيشوف أنه عنده هوايات مش وموهوب هواية. في وايد هوايات، صحيح فعلا هوايات وموهوب في وايد أشياء، بس هو غافل عن نفسه. فدائما مشاهدينا كونوا حريصين انكم تعرفون مهاراتكم وتعرفون هواياتكم وتنمونها. وكذلك مثل ما ذكرتي عشان هناك في مراكز تنمي مثل هذه المواهب، تنمي مثل هذه المهارات. نعم. يعني حتى لو تكلمنا عن دور دائره الموارد البشريه فهي لها صراحة دور كبير كذلك في تنميه هذه المهارات المواهب. نعم. الحين طبعا مشاهدينا بعد ما تكلمنا عن هذا الموضوع راح نرجع ونفتح هذا الموضوع مره ثانيه، ولكن راح نطلع معاكم لاول فاصل في صباح الشرقيه، خليكم ويانا.